قادمون يا مضيف قادمون 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 أطباء ممارسين مرانا سياسيين أطباء ممارسين مرانا توقف موجود هذا الحوار ما كاش كاين محضر اجتماع عملناه في جلسه الصلح اللي عقدت في 4 مايو 2015 ايوا كان فيه اتفاق كان امضاء من طرف الوزاره امضاء من طرف النقابه حتى الان ماهوش ما متطبقش على الارض الميدان 70 اكثر من 70% يقول لك بلي كاين غير 6 ولايات انا نقول لكم انا على ارض الواقع راكم هنا موجودين كصحافه كتلفزيون هنا شوفوا الاطباء اللي جاوا من جميع ولايات الوطن عيب انه اليوم نسمع مثل هذه التصريحات انه بالك هذه الحركه احتجاجيه وراءها الا كاين ايادي راهي تحرك هذا الاحتجاج ولا تؤزم في الوضع هي الايادي التي كسرت الحوار ولا جسر الحوار اللي لازم يكون بين الشريك الاجتماعي والوزاره. السؤال يبقى مطروح على هذا المستوى وخليني كذلك نقول انه علاش الوزاره ومسؤولي الوزاره خلاوا هذه الوضعيات تتفاقم وتتراكم منذ سنوات ولم يعملوا على حلها نهائيا وراهنوا على تسيير هذه الملفات بأزماتها.